لسه طبعا مكملين كلام عن مؤتمر المناخ كوب 27 اللي مصر بتستضيفه. خلونا دلوقتي نروح لمدينه السلام شرم الشيخ ونتابع فيها اخر الاستعدادات واللمسات النهائيه قبيل انطلاق مؤتمر المناخ غدا باذن الله من زميلنا كريم بيبرز مراسل. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا باسنت، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا احنا لسه مستمرين بنتابع خلاص اللمسات الاخيره للاستعدادات الخاصه بكوب 27 هنا في مدينه شرم الشيخ. يمكن مدينه شرم الشيخ اتغيرت تقريبا بنسبه كبيره جدا تقريبا بنسبه 100% اتغيرت شكلها تماما، تحولت لمدينه خضراء حقيقي. شرم الشيخ اساسا كانت معروفه ان هي مدينه جميله وكان عليها اقبال كبير جدا سياحي سواء كان مصري وغير مصري، ولكن الحقيقه انه التحول الرهيب اللي حصل في مدينه شرم الشيخ خلى حتى السياح اللي بقوا موجودين اللي كانوا بيجوا قبل كده فعلا اشادوا بالتحول الرهيب اللي حصل في مدينه شرم الشيخ. ويمكن كان اكتر حاجه اتكلموا عليها هي فكره الهويه البصريه، قد ايه شكل شرم الشيخ تحول كده وبقى ليها صوره ذهنيه واحده خضراء جميله جدا، منها توحيد طبعا وجهات المحال المختلفه بقى شكلها كلها نفس الشكل، كمان زراعه الاشجار وزراعه النخيل على مدار الطرق كلها وطول الطرق كلها ادى شكل طبعا اخضر رائع جدا 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 لمدينه شرم الشيخ. كمان التطوير الخاص بالممشى السياحي، في طبعا الممشى السياحي المتعارف عليه خليج نعمه والسوق القديم وغيره، الحقيقه انه كمان تطوير الممشى ده سواء خليج نعمه او السوق القديم اللي بقى جزء يعني شبيه بمصر القديمه، محاوله تمثيل لمصر القديمه مره ثانيه داخل السوق القديم، ولكن الاضافه عليهم كانت الممشى السياحي الجديد. الممشى السياحي الجديد يعني على مسافه 6 كيلو متر على طريق السلام، الحقيقه برضو شكله مبهر انتهى تماما عشان استقبال الوفود اللي هيكونوا موجودين في مدينة شرم الشيخ، واللي خلاص المفترض بكرة هي البداية الرسمية لمؤتمر المناخ. الحقيقة أنه النهاردة فيه زي افتتاحية تجريبية بروفا كده عن الافتتاح الرسمي اللي هيحصل. يمكن خليني كده اديكوا لقطات حصرية كده عن اللي هيحصل بكرة. الحقيقة انه هيبتدي الافتتاح زي ما انا شايف كده باراشوتات هتتحرك في الهواء فيها اعلام الدول والبلاد المشاركة، وطبعا في البداية هيبقى علم مصر وهي الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ. متقسم حاجتين مؤتمر المناخ، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. المنطقة الزرقاء هي مركز المؤتمرات واللي هيكون فيها الورش الرئيسية اللي هينعقد فيها طبعا الجلسة الرئيسية، وكمان الورش الخاصة بمؤتمر المناخ اللي هتكون شغالة تقريبا مش 24 ساعة ولكن تقريبا 20 ساعة في اليوم ويمكن أكتر متواصل عشان يبقى فيه طبعا تغطية لجميع دول العالم ومراعاة للأوقات الخاصة بجميع دول العالم. خلينا اقول لكم الرحله بتبتدي ازاي. اول وصول مطار شرم الشيخ الدولي بنلاقي المتطوعين بكوب 27 الشباب موجودين بيستقبلوا الوفود وبيعملوا حصر للاعداد اللي هتكون موجوده داخل مدينه شرم الشيخ عن طريق ان هم بياخدوا صوره او بيعملوا مسح للبطاقه الشخصيه للمصريين، لو غير المصريين بيبقوا طبعا جوازات السفر المختلفه عشان يتاكدوا من الاعداد اللي داخله. مجرد ما بيخرجوا من بوابه المطار بيبقى فيه الاتوبيسات الصديقه للبيئه، ودي برضو نقطه مهمه، تحولت وسائل المواصلات والنقل داخل مدينه شرم الشيخ لمدينه لوسائل صديقه للبيئه بتعمل بالغاز الطبيعي او الكهرباء. الحقيقه الاتوبيسات دي موجوده بره مطار شرم الشيخ الدولي على طول وبتنقل الوفود بالمجان لاماكن التسكين او اماكن الاقامه، او حتى لو هينطلقوا على عملهم على طول في المنطقه الزرقاء او الخضراء زي ما كنا بنقول. المنطقه الزرقاء خلاص اتقسمت بشكل كبير، المكان الورش الرئيسيه خلاص جاهز، كمان الاماكن اللي هيكون فيها الوسائل الاعلاميه المختلفه سواء المصريه وغير المصريه كل الاماكن دي جاهزه خلاص. في كمان المنطقه الخضراء اللي انا واقف فيها دلوقتي، المنطقه الخضراء والجرين زون اللي هم بيتكلموا عليها. الجرين زون دي مساحتها 11000 متر مربع، هتكون شامله كل المبادرات والافكار الشبابيه وكمان الخاصه بالشباب اللي هتكون صديقه للبيئه. اي افكار وابتكارات صديقه للبيئه من شركات عالميه، شركات صغيره، من شباب لسه بيطلعوا افكار جديده هتكون موجوده داخل الجرين زون دي متقسمه، كله هيعرض افكاره والشركات هتعرض كمان منتجاتها، وكمان هيكون في عرض للتنفيذ على ارض الواقع الحاجات اللي تم تنفيذها بالفعل والحاجات الخطط والبلانز اللي هتكون موجودة في المستقبل. الفكرة كلها ان هي تكون صديقة للبيئة عشان تقلل الانبعاثات الكربونية وتقلل فكرة الدرجة الخاصة بالاحتباس الحراري، وما يكونش درجة الحرارة الخاصة بالجو الهدف الرئيسي من كوب 27 ان هي ما تعديش درجتين،
درجتين حراره، وهو دلوقتي 1.2 درجه الحراره الخاصه بالاحتباس الحراري او الجرين هاوس افكت. الهدف ان هي ما تزيدش عن 2 عشان ما تاثرش بشكل سلبي اكتر ما هو موجود بالفعل التاثير الخاص بالتحديات الخاصه بالتغيرات المناخيه وفكره الانبعاثات الكربونيه. مصر هيبقى ليها دور خاص الحقيقه في مؤتمر كوب 27 مؤتمر المناخ، لانه السمه الرئيسيه للمؤتمر هي فكره التطبيق على ارض الواقع، الامبلمنتيشن هي السمه الخاصه بالمؤتمر. كان في كوب 27 عفوا كوب 26 في جلاسكو، كان في اتفاق باريس قبل كده، الوصول لاتفاقيات علشان فكره تمويل المشروعات الخاصه بالصديقه للبيئه والمشروعات اللي بتقلل الانبعاثات الكربونيه وتحول الدول لدول خضراء او صديقه للبيئه. ولكن الهدف من كوب 27 هو مش بس الاتفاق، هو تطبيق الاتفاقيات دي على ارض الواقع وتنفيذها، وجود اليات مختلفه لتنفيذها. ومصر هيكون ليها مبادرات عديده ومبادره خاصه بيها عشان تعرضها في كوب 27. ده الجانب العام زي ما بيقولوا المتعلق بالمؤتمر. خلينا نتخصص شويه ونتكلم بقى عن التفاصيل الخاصه بالمؤتمر. التفاصيل الخاصه بالمؤتمر هو هيبتدي من يوم 6 نوفمبر لحد 18 نوفمبر. كل يوم من المؤتمر هيكون ليه سمه خاصه بيه او يوم متعلق بيه هو. يعني على سبيل المثال هيكون في يوم متعلق بالشباب، الشباب ومبادراتهم وافكارهم الخاصه بالتعامل مع التغيرات المناخيه وافكار الشباب والتحديات اللي بتقابل الشباب، لان هم حسب كلامهم كان في دلوقتي كوي 17 او مؤتمر المناخ الخاص بالشباب انتهى امبارح، كانوا بيدوروا على الافكار لانه المستقبل يعني بتاعهم، فبيدوروا على افكار وازاي هم يقدروا يطلعوا اجندات جديده ويوصلوها لصناع القرار في كوب 27 عشان تتنفذ على ارض الواقع. ده مثلا يوم من الايام على مدار الايام الخاصه بكوب 27. كمان في ايام خاصه بالتمويل، فكره تمويل المشروعات اللي بتكون صديقه للبيئه وبتقلل الانبعاثات الكربونيه، وكمان الفكره الدول المتقدمه والدول اللي ليها أساسا دول صناعية فليها تأثير مباشر على المناخ، فكرة الدول دي إزاي تقدر تقدم المعونات سواء المادية أو الاستشارية أو غيرها للدول الأخرى وكمان لنفسها وللشركات الخاصة بيها ولمواطنيها علشان يتحولوا للأخضر، إما في مشاريعهم أو حتى في الجزء الخاص بالابتكارات الجديدة والأفكار الجديدة. كمان في جزء هيكون متعلق بالبيئة، طبعا مؤتمر المناخ بشكل عام كله بالبيئة، ولكن يعني المجهودات الخاصة بوزارات البيئة المختلفة سواء في مصر أو غير مصر للتحول بالتعامل مع المواطنين وتغيير فكر المواطنين والتوعية الخاصة بالمواطنين للتعامل بالطرق الصديقة للبيئة. على سبيل المثال دايما في توجيهات أو وتوعية بفكرة التعامل بالعجل أو التعامل بالعجل الكهربائي عشان نقلل استخدام العربيات، وبالتالي هنقلل حرق الفيول أو حرق البترول بشكل عام، فهيقلل من الانبعاثات الكربونية اللي هتأثر على المناخ. عشان كده في توجيهات ان احنا نستخدم العجل في المسافات القصيره، ويمكن ده احنا شفناه في مصر دلوقتي في وسط البلد مثلا، دلوقتي في المبادرات المختلفه العجل، انت تاخد العجله وتلف بيها في وسط البلد تروح بيها مشاويرك. كمان الجرين زون هنا في جزء خاص بيها للعجل، شركات خاصه موجوده حاطه زي ابلكيشنز ان انت بتقدر تنزلها على موبايلك، والجرين زون زي ما قلت لكم 11000 متر مربع، فهيحتاج الواحد ان هو يلف بيها مسافه طويله جدا، فحطوا لهم ان انت تقدر تستخدم العجل او السكوتر الكهربائي داخل الجرين زون، وتقدر تتفرج براحتك على كل الشركات والافكار اللي هتكون موجوده داخل الجرين زون. دي نظره عامه لحد دلوقتي، لحد لما نبدا ان شاء الله مؤتمر المناخ خلال بكره ان شاء الله. والان اعود اليكم مره ثانيه. كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري لمدينه السلام شرم الشيخ، بنشكرك على هذا يعني الكم الهائل من المعلومات، وانت عايشتنا الصوره عندك في شرم الشيخ. وفي الحقيقه يعني انا باكد على نفس الكلام اللي انت بتقوله، لان يمكن اغلب الناس اللي زارت مدينه شرم الشيخ في الماضي وزارتها حاليا بيتحدثوا عن التحول التام في هذه المدينة تحديدا، وازاي هي أصبحت مدينة صديقة للبيئة، ازاي أصبحت مدينة خضراء، مدينة تعتمد على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا الحديثة الغير مضرة بالبيئة في كل مقاوماتها تحديدا أو في كل سبل العيش فيها. ويمكن في نوع من أنواع الدعابة كده في حد من زمايلنا على مواقع التواصل الاجتماعي قال لك لو حد عنده ماتيريال أو فيديوهات
لمدينة شرم الشيخ قبل كده، أنصحكم إن أنتوا تخلوها أبيض وأسود أو ترموها، لأن خلاص ما ينفعش تستخدموها في أي حاجة تاني، لأن المدينة اتغيرت تماما يا بسنتي. أنا عايزة أقول لك أنا زرت مدينة شرم الشيخ في سبتمبر الماضي، وفعلا بالفعل كان في تغيرات واضحة على المدينة. صحيح. بقت مدينة صديقة للبيئة أكتر، ده حقيقي، وفي حاجات كتيرة قوي اختلفت فيها، شكلها بقى أحلى بكتير، فعلا بالفعل جميلة، لكن دلوقتي أحلى وأحلى، تليق باستقبال قادة العالم في على أرض مصر. ويبقى انتظار الحدث الجلل، الحدث حقيقي. اللي بإذن الله زي ما أبهرنا العالم كله في موكب المومياوات، وأبهرنا العالم كله في الاحتفالات الكبرى اللي كانت بتنظمها مصر، إن شاء الله إن شاء الله هنبهر العالم بكرة في افتتاح كوب 27.